ماشيين الآن على طريق ساحلي إلى غاية الحدود. مريت على مدينتين صغار ما شاء الله كثير من الحقول، على يميني حقول وعلى يساري البحر الأبيض المتوسط. بحر ايجا، بحر ايجا. لحظة، شنو البحر؟ لا حتى يمكن مو ايجا. لحظة انا اشيك على الخريطة، لان في بحار، بحر مرمرة. هذا بحر مرمرة يا شباب، بحر مرمرة. بحر مرمرة يعني بعد ما هني في مضيق آخر شيء على اليسار، بعد ما نعدي المضيق راح ندخل على البحر الأبيض المتوسط. هذا على يسارنا بحر مرمرة. الآن هذه مدينة أخرى قاعد ندخلها الآن، اسمها يانيسي. يانيسي يعني مريت الآن، هاي ثالث مدينة قاعد أمر على مدن صغيرة. ونحن باتجاه الحدود. نقطة الحدود اسمها إبسالة. إبسالة اقراها بالخريطة، إبسالة. شوف إدرنا يمين، لأن إدرنا باتجاه بلغاريا، حدود يونان وتركيا الشمالية وحدود بلغاريا وتركيا الجنوبية. مدينة إدرنا مركزها بالمنتصف، مدينة مهمة جدا. إن شاء الله لنا يوم نكون في مدينة إدرنا وتشوفون سبب أهميتها. بس احنا ناويين نروح إبسالة، ندخل اليونان من إبسالة. طبعا إبسالة هذا آخر نقطة بالجنوب تدخل منها على أوروبا. يعني الآن احنا دخلنا على أوروبا من أقصى نقطة بالشمال عند روسيا وفنلندا والنورث كاب، واليوم إن شاء الله راح ندخل من أقصى نقطة بالجنوب بإذن الله. ما أدري شنو راح يصير معي بالحدود، بس إن شاء الله كل شيء يصير حسب ما نشتهي. طلعنا من مدينة يانيسي، باقي على نقطة الحدود تقريبا 120 كيلو، 125 كيلو. في البداية قلت لكم احنا باتجاه الشرق، انا غلطان طبعا، احنا باتجاه الغرب مو الشرق. ما شفيني بالفيديو قلت راح نتجه شرقا، احنا باتجاه الغرب، لان انا قاعد اشوف الشمس معاي، فقلت انا كني قلت شرق مو شرق، هو غرب. هاش الشمس معاي تبتغي، لذلك احنا متجهين غرب، لان اوروبا تقع على غرب تركيا. الله، وصلنا بالهوندا الى اسطنبول وما قدرنا ندخل اوروبا في فترة ما قبل الكورونا. الحمد لله اللي الله مد في اعمارنا، واليوم متجهين بإذن الله إلى أوروبا وراح ندخل أوروبا. الهوندا راح تحقق ما كانت تصبو إليه منذ زمن، بس سبقها جراندايزر، جراندايزر سبقها. هذاك شوي صعب يعني. هاي تونس حركة الشرطة، شوف شوف كرتون، هذا كرتون ما يوريك صورة، بس فكرة جميلة.
ربوا طيارة المطاعم. والله لو عندنا وقت كان قاعدنا عندك. بس أنا بروح أشوف الحدود شنو الأوضاع. ما في وقت، قام يصير ليل. أحاتي شنو؟ توصل لحدود بعد يقول لك جمارك، سكرنا الجمارك لازم الصبح. معقولة يعني؟ والله كل شيء جايز يصير. ليش؟ بس يلا مجهز نفسي أنا عموما. اسمها المدينة بس عنونة نفس يازيك، فيها خدمات وعنونة وتصير على البحر. احنا الحين طالعين في رحلة غير محسوبة، يعني ما حسبت حسابها ابدا. يعني تخيل ان انا جاي بس بخلص اجراءاتي وارجع الكويت، بعدين قررت اروح شرق اوروبا، بعدين هونت بسبب الاجواء، طالع الحين على جنوب اوروبا. كلش ما كان محسوب. بس يلا خلنا نطلع، يعني انت عندك هذه الفتره نبي نخلص كثر ما نقدر اشياء ونشوف قبل لا ندخل حق مشروع اثنين. لازم نستعد حق مشروع اثنين، واحنا فيها خلاص صارت. اخوي انا حطيت اغراضي، دقيت سلف، مشيت. احنا زري بوصل لحدود، ايش عقبه يا ابو فارس؟ خلاص كل شيء صار، كل شيء مكتوب. شوف الله سبحانه وتعالى كتب لي طلعه في رحله ما كنت حاسب حسابها نهائيا. والله يكتب لي فيه خير بإذن الله. احنا راح يصير علينا الليل في الحدود، اتوقع يعني راح نوصل على المغربيات، راح يصير علينا الليل على ما نطلع من الاجراءات وكذي. راح يكون الطريق داخل اليونان ليل. خلنا شيك بعد شوي اول مدينة شنو ممكن نواجه. يلا no problem، ما بقى شيء. شوي ان شاء الله نكون على الحدود 50 كيلو. طبعا الطريق من اسطنبول الى اليونان الحدود الجنوبية نظيف واسع، في سرعات قد تواجه سرعات، بس الشوارع كلها مخدومة، كلها مخدومة إلى المركز. المكان أصبح جبال قصيرة، يعني مر بين جبال. إحنا الحين على مضيق مرمرة بالضبط، على المضيق بين البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط وبحر مرمرة. على يسارنا المضيق، وتقع نقطة الحدود بين البلدين يعني بعد المضيق مباشرة. مضيق البحر هنا وبدأت جبال قصيرة. مع المغيب انخفضت الحرارة إلى 11، أتوقع بالليل ممكن توصل 6 أتوقع. قبل لا أطلع من تركيا ودي إذا شفت محطة أعبي بنزين ومتشر شوية، أوروبا غالية خل أشتري لي شوية أغراض وأعبي بنزين قبل أدخل. ان شاء الله ندخل بعد، الله يستر. والله ان شاء الله كل شيء.
شيء زين، بس انا احاتي شنو الجمارك يقول لي والله سكرنا باكر، يعني هذا بس ما يصير يعني شلون حدود وتسكرون ناس تتعرق، والله كريم. بس هذا اللي احاتي فقط لا غير، ما عندي شيء ثاني. المفروض يعني اطلع عادي، بس لان عندي جزاءات جمركية هذا اللي ممكن يعطلني. والله كريم ما في محطة هنا، نريد محطة قبل النصر. هاي محطة بس داخل، هاي شو ندش عليها كذا حاطينها. بين التلال هذه في مدينة، قاعد اشوف مدينة وسط التلال. يلا هذه محطة هي. ايوه يا سلام، شل بعد شل 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 ومشي. خوش محطة، فولنا متشلت اغراض، تكرمون دشينا التويلت، محطة نظيفة ومرتبة قبل المركز، ومتشلت الله يسلمك قش. الحين كاكاوي وبطاطي وشغلي جاهز، حتى موكي جبت. نوعا ما عشان نخف مشتريات من هناك، واذا صار شيء انسدحنا بالحدود مكان، الا شغلنا جاهز واكلنا ويانا. ويبت حب بعد، ما تبون حب؟ حب حب بعد يبت. يلا نشوفكم بالحدود يا شباب، ليتس جو يا الحبيب، ليتس جو. إجراءات طويلة، إجراءات طويلة على ما طلعت من الجانب التركي، قعدت ساعات يعني يمكن 3-4 ساعات. هذا جسر عليه ضباب، أعتقد إني قاعد أعبر كذلك فوق نهر، ماني متأكد، بس جانا ضباب ومريخ كان. والله طولنا، يعني اجراءات جمركيه اللي كنت بسويها في اسطنبول ما سويتها، سويتها الحين هني في الحدود وخلصت والحمد لله. بس المبلغ صدمه، المبلغ قصته قصة، خلوه بعدين، لان انا الحين قاعد اتنفس الصعداء اني طلعت من المركز الحدودي، ونحن الان باتجاه المركز اليوناني في المنطقة المحايدة، ويبدو اني فوق جسر. خلصت كذلك من الحدود اليونانية، باسبورت نزلت، قلت لهم يبا وين انشورنس، وين ما حد سجل سيارتي، قالوا لي روح روح الله وياك، راح سوي قدام انشورنس، شوف لك شركة وسوي انشورنس. الأمور طيبة يعني، ختم دخول ونحن الآن في اليونان، خلصنا. يلا يا شباب، بس أنا ما راح أواصل الطريق، بس خل نروح نشوف شنو في قدام. يا رباه ما تشوف شيء، ما تشوف. حركت هنوقف
كل ما مرنت شاحنة تحرك. سالفتكم علي انتم. خلنا نوقف هني نشوف شو الاوضاع. انا بيني وبينكم يا شباب ما لي نية اكمل الى سالونيك، تبعد عني تقريبا 3 ساعات. بشوف مكان اريح 3 ساعات ونص 4 مع المريخ هذا، ممكن اكثر شوي. مريخ فيه طعم ما ادري شنو. شفنا مكان جيد نقعد فيه. ويلكم يا شباب تو غريس. نحن اليوم في دولة جديدة. حياكم الله يا شباب في المخيم. طيب خيمنا، هذا مخيمنا، حياكم الله. قاعدين نضبط لنا قهوة وجهازنا هني، ماينا وشغلنا كل شيء موجود. حياكم، خذيت الاستراحة، مكان منور زين، نوقف فيه بركنا زين. فرشت هذا الله يسلمكم، يعني زين. شوف ريلي الطول كامل. هاي بعد انا نازل على اخر، لو ارجع كان فيري جود. نريح هني الليلة ومن اصبح افلح. الحين تقريبا الساعة 1:30 بالليل، ما راح انام الحين، يبي لي ساعة اكثر، بس مو مشكلة نقعد. انا قلت اسوي قهوة وجاب الجهاز شوية، بعدها يمكن تينا النوم او النوم. وبرد هني، برد برد صقع. وصلت الحدود، سمع سالفة الحدود، وصلت الحدود التركية اليونانية عند الأتراك. قلت له أول ما وصلت قعدت أدور، أنا عندي لوية على طول. رحت قلت لهم يا جماعة وين المكان اللي أدفع فيه، أنا علي فلوس وين أدفع؟ كان يأخذ الأوراق يشيكون علي، يشيك علي الموظف، يقول عليك 50 ليرة. قلت له 50 ليرة أنا علي آلاف. يقول هاي السيستم مكتوب 50 ليرة. لا ما يصير علي 50. قلت له عموما ادفع، دفعني 50 هذه، 5 مالت شنو هاي؟ يقول لي جسور ما ادري شيء كذي. قلت له زين غيره، انا عندي بالجمارك. قلت له انا مخالف علي الاف. كان يقول لي
ماكو هذا اللي مبين بالسيستم. رحت الجوازات ختمت جوازي. قلت خلنا اشوف شي يقولوا لي. ختمت جوازي وانا اول ما طلعت من ختم الجواز ولا اشوفه ما بابا قفاقك ايش فيكم عسى ماشر انت متى داش متى هذا متى دشيت متى طلعت اثاري مشيكين على اللوحة. انا قلت لكم قاعد ادور اقول لكم علي غرامات كاني يتشيك انت صار لك سنتين. قلت لا ما صار لي سنتين ما كملت سنتين. المهم تمينا بالساعات نروح نرجع مكتب مش عارف ايش وبرد وشوية نحصر من البرد وهذا طول. قلت له يا حلال هو المشكلة الموظف هذا لازم يراسل مسؤول. قلت له انت راسل خلص انا قاعد بالسيارة زهقت وانا امشي وراك. المهم قعدت بالسيارة انطرى يروح ويرجع يروح ويرجع. قعدنا يمكن 3 ساعات 3:30 على ما خلصنا. آخر شيء يعطيني رقم بالآلاف وداني كاشير طلالالا قاعد يعد ودفعني. دفعت الغرامة بعدين يقول لي الحين لازم أدس بريد ما أدري فاكس حق المسؤول هم لازم تنطر عشان ناخذ الرد. هذا عقب ما دفعت بعد. قلت له يلا ناطرك خال بعد صار نص الليل خال أنا أصلا ما راح أوصل اليوم فخذ راحتك خلص. أنا قلت له أصلا أنا مجهز نفسي اليوم. قلت له أوكي خلص يلا. عقب ما خلص قال لي روح. رحت ولا الدنيا قلبة معفوسة ضباب ولوية. مشيت وصلت الحدود عاد ما أدري ركبت جسر مريت فوق نهر أو شيء كذي بعد شوي أشوف بالخريطة بس أتوقع نهر بينهم. عبرت وصلت الحدود اليونانية خذ جوازي سهل جدا وضع في الإجراءات في الحدود سهل سهل وايد أسهل من هذا ما في تفتيش ولا شيء. ختم الجواز وقال لي دش داخل. دشيت أدور جمارك شيء أنا جاي بسيارتي ولا حد كلمني. قلت زين وين تأمين وين هذا ولا حد يدري عني. قلت لا تأمين ولا شيء دشيت كذي يعني شون. زي قلت له أنا بأمن يعني يمكن هذا أحد لا سمح الله يصير شيء أبي تأمين. ما لقيت أحد حتى أكلمه. لقيت واحد راعي سوبر ماركت ما أدري شو يبيع يقولي تعال تعال أنت بتسوي تأمين داخل 150 يورو تعال بعطيك يا 50 يورو مو 150 توفر. قلت شنو هذا هذا راعي بقالة ما أدري واحد واحد شيء راعي كافتيريا وبقالة بيعطيني تأمين. قلت له خلاص أنا بروح المدينة أسوي تأمين مشكور. قلت أخاف تأمينه مضروب هذا واحد يبيع بيبسي ويعطيني تأمين. المهم مشيت أنا عاد كملت وصلت. قلت خلنا مشيت لي ساعة وبركنت في هالباركينج بريح فيه بنام لأنه ماك فايدة يعني هم راح أوصل الفجر إلى المدينة. و نفس دخولنا تذكرون دخول فنلندا دخلنا أوروبا نص الليل في فنلندا يوم روسيا ونفس الشيء الحين جنوب أوروبا دشينا نص الليل نفس الطريقة. ما علينا عموما مستعيلين انتو مستعيلين شوفوا هذه قلاية بسوي لي قهوة بس أنا شنو نصحوني الشباب قالوا لي بفارس لا تركبها في كهربة السيارة وهذا يبي له تنظيف ها لا تركبها في كهربة السيارة فأنا عندي كهربة ثانية خاصة غير عن كهربة السيارة بجرب الغلاية هذه وعندي عندي النار بس أنا بجرب هذه صراحة خلينا نشوف صدق تسخن الماي
برا ضباب صدق. تسخن الماي سكري والله يبي له تنظيف ما نظفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر. حس يعني غلاية حس كهربتها قوية. إن شاء الله ما يصير شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت. شوف اول مره اجربها. خلينا نشوف تسخن. راح تسوي لنا قهوه. خلنا اجهز كوب القهوه وين حطيتها. كاهو خلينا نجرب. ولا لا لا ليش اخسر قهوه؟ خلها اشوفها يغلي اول. عقب ما يغلي بعدين نحط القهوه. انا حملت الفيديوهات ودرست خط السير وخلصت. هذا للحين ما قام يغلي. يمكن ياخذ وقت بس انا اقول اتركوا عنكم هالشغلات. خلصنا خلونا نريح. ضباب برا وبراد. راح تطلع علينا الشمس من هنا. الله كريم تصير خير باكر. إلى هنا أخواني وأخواتي المتابعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة وأنتم بصحة وعافية. ودخلنا اليونان ومثل ما اسكندر قبل جانا احنا باكر جايينه. مع تحياتي أخوكم ومحدثكم كويتي ليدر يحييكم من اليونان. تشاو تشاو وغود نايت.